مش نحن بس بنقول العكس، البيان اللي طلع عن قصر بعبدا امبارح، بيان التوضيحي، هو رد غير مباشر على الكلام اللي طلع ببعض الصحف، بعض وسائل الاعلام، انه اللقاء كان سيء واللقاء كان عاصف وما كان في تفاهم. على عكس كل ما قيل، اللقاء كان ممتاز، وهو لقاء دوري بين فخامة الرئيس ودولة الرئيس الرئاسي. وبالتالي يعني شيء طبيعي رئيس حكومة تصريف الأعمال يلتقى مع رئيس الجمهورية، لأنه نحن دخلنا بمرحلة من تصريف الأعمال، هذه المرحلة إلى شروطها إلى معطياتها، بعدين في نقاش بهذه المسألة. وكان واضح فور خروج الرئيس نقاشي وقال متفق مع رئيس الجمهورية، واللقاء كان جيد جدا وأنا على تفاهم دائم. فورا سرعت بعض الأوصاف يلي ما بنعرف الحقيقة إلا أنه هالهدف من هالتسليمات اللي صارت اليوم التالي، واضح أنه تسليمات انزعاج من جو الإيجابي للقاء. من هي هذه الأوساط؟ حضرتكم كتبتوا شيء، ما تأخذني عم أطشك، بس كتبتوا شيء بالموقع أنه أوساط مقربة من القصر، يعني قصدك الوزير جبران باسيل؟ أولا ست جوزفين، نحن نفصل بين موقع لبنان 24 وبين الكلام اللي عم قل لك اياه. اوكي انا بس عم بستوضح. نحن بالموقع نلتقي مع الرئيس رئاسي بكثير من النقاط، ونحن نفتخر بالعلاقه مع الرئيس رئاسي، لكن ما نكتبه بلبنان 24 هو تحليل سياسي منعزل عن الموقف عم قل لك اياه، قد يتلاقى لكن قد احيانا يختلف. انا عم بستوضح منك. انه اللي اقتنع ثاني يوم بالصحف واضح المسرب انه فضح نفسه، لانه كان التركيز على موضوع الكهرباء، انه ليه بدها تنعمل الكهرباء هلا؟ ليه هلا هي بتصريف الاعمال بدها تنعمل الكهرباء؟ واضح اتجاه اللي سرب هذا الموضوع انه كان القصد منه التعطيل مفاعيل الزياره الايجابيه والاجتماع وتاسيس مرحله من التوترات عشيه موضوع الاستشارات النيابيه الملزمه. لكن بالتاكيد اللقاء كل على مدار هالثمان اشهر كان التعاون بين فخامه الرئيس ودوله الرئيس تعاون كثير كبير. في بعض الاشياء يمكن تكون في تباين وجهات النظر حيالها، لكن هذا لا يلغي الود والاحترام والتعاون للجهه. في كل الحالات فخامه الرئيس ابدى بخلال اللقاء كل استعداد وكل ايجابيه للتعاون، سواء بمرحله تصريف اعمال او بالمرحله المقبله. وهذه هي الجو الحقيقي للقاء، وما يقال عكس ذلك هو من بيت الحرب السياسيه المعروفه. نعم، كيف ابدا استعداده؟ يعني اليوم هل في كلام مثلا وتنسيق متى ستتم الاستشارات النيابيه لتكليف رئيس مقبل؟ هذا الموضوع ليس عند الرئيس بيعطي. ايه انا عم بشوف انه عم تقول حضرتك في انه تنسيق يعني بيناتهم بكل الاحوال. طبيعي في يا ست جوزفين بالمفهوم السياسي في مرشح طبيعي اللي هو الرئيس مئاتي. نعم. مرشح طبيعي بحكم الظروف يلي موجوده وهو موجود في تصريف اعمال، لكن مش شغلته هو يتناقش مع فخامه الرئيس مين بده يتحدد الاستشارات كيف بدها تتحدد. نعم. هذا الموضوع مرتبط بين فخامه الرئيس وبين المجلس النيابي والكتل النيابيه اللي هي دورها انها تحدد مين ستختار لرئاسه الحكومه المقبله. استاذ فارس، في اكثر من طرح، في طرح قال انه تجديد الثقه بحكومه الرئيس مئات لانه اليوم في استحاله سياسيه او صعوبه سياسيه لتكليف رئيس حكومه جديد ونشكل حكومه بشروط تبدو تعجيزيه قبل انتخابات الرئاسه، شو موقفكم من هذا الموضوع؟ لما بتكوني بمأزق ست جوزفين مثل اللي موجود في البلد، من الطبيعي مختلف الأطراف السياسية كل طرف بيصير يطرح حل معين، لكن الأساس بعد الانتخابات النيابية بدك تاخذي بعين الاعتبار مفاعيل الانتخابات النيابية. هذا الطرح موضوع تجديد الثقة بحكومة الرئيس مئاتي طرحه فخامة الرئيس ميشيل عون نفسه بحديث صحافي نقل عن زواره، لكن هذا الطرح اجى من بيت حسن النية لتمرير مرحلة ولمعالجة الأوضاع، لكن هذا الطرح دستوريا يعني دونه عقبات كبيره، لانه الاولويه هلا لتاخذي راي النواب بهن، يعني ما فيك تلزم النواب مسبقا بطرح محدد، بدك تترك الخيار للنواب للاستشارات النيابيه، لانه في ناس انتخبت هالنواب وفي اراء مختلفه بالمجلس النيابي، مثل ما واضح باول جلسه انه المجلس النيابي صار في تعدديه اراء اكثر مما كان حاصل بالسابق. نعم. وبالتالي ما فيك تتجاوزي كل هذه الاعتبارات وتقولي بدي نفرض هذا الشرط، وهذا الشرط يعني بالنتيجه رح يطول الزور بده يرجع على مجلس النواب، يعني الكلمه الاولى والاخيره لمجلس النواب. نعم. فقبل الاستشارات اللي جايه المقبله اللي حكيت عليها فخامه الرئيس رح بيكون في بين اتجاهات المجلس
لوين رايحين وبشو رايحين. طيب اليوم في كلام عن شروط لتكليف نجيب ميقاتي وفرص، قديش عنده فرص الرئيس ميقاتي لإعادة تكليفه؟ واضح أنه في بعض القوى تتوجه لإعادة تكليف الرئيس ميقاتي على الرغم من أنه بعد يعني المشهد مش كتير واضح، ولكن أنا بدي أسألك عن شروط التكليف. هل اليوم في شروط للتكليف، منها مثلا ما يتعلق بكلام نقل، ما بعرف قد ايه مضبوط حضرتك بدك تقول لي اذا وصلكم او لا، عن توزير النائب جبران باسيل بالحكومه المقبله، شروط تتعلق بصندوق النقد، باصلاحات مطلوبه من الحكومه المقبله، ما هي الشروط اليوم اللي موضوعه على الطاوله لاعاده تكليف الرئيس ميقاتي؟ بالمبدا بعدنا عم نحكي بنفس الفكره نبرم حواليها، المساله هي مجلس النواب يختار من يريد. اما اذا بتساليني اذا في حال المجلس النيابي ارتقى اعاده تكليف الرئيس ميقاتي، مساله شروط، كلمه شروط بغير موضعها. ما في كلمه شروط، ولا دوله الرئيس بيسمح لحاله يحط شروط، ولا يعني المساله مرتبطه بشرط من هون وشرط من هون. بدك توفري عوامل لنجاح اي مهمه مقبله. الرئيس ميقاتي بينطلق من مبدا انه نحن قبل ما نوصل على تشكيل حكومه، اذا تكلف بتشكيل حكومه، هالحكومه شو فرص النجاح اللي راح تكون عندها؟ عندك شروط معينة، ما بدي استعمل كلمة شروط، عندك مقومات معينة ضروري تتوفر. نحن قادمين على مرحلة أصعب من المرحلة الحالية اللي بيجي بدها معالجة اقتصادية ومالية. هذه المعالجة إذا لم تتوافر نوايا لدى كل الأطراف للتعاون بهذا المسألة بيكون في مشكلة. عندك قوانين موجودة، شريعة قوانين وقوانين مطلوبة من مجلس النواب بإطار الخطة الإصلاحية يلي هي تسبق التفاهم النهائي مع صندوق النقد الدولي. هذه الخطوات الإصلاحية إذا لم تكن هناك نوايا مسبقة بالتجاوب بإمرارها بمجلس النواب وبإقرارها وبالتفاعل مع الحكومة بالعملية الإصلاحية بنكون بعدنا ما طرحنا، وبالتالي بتكون مقومات نجاح أي حكومة مقبلة رح تكون معدومة ونضلنا بالمشكل ذاته. وهذا بهذه الحالة أكيد الرئيس ميقاتي لا يعتبر نفسه معني بهذا الموضوع. إذا في مهمة إنقاذية استكمال الخطوات اللي أرستها الحكومة الحالية بخطوات مقبلة بتعاون مقبل مع صندوق النقد، مع المجلس النيابي، مع كل الكتل اللي يكون في تعاون، هيدي هي بتعطي فرص لتقدر تقولي في إمكانية لأني استمر أو أني أقبل بهي خطوة معينة. لكن إذا ما توفرت هالعوامل بالتالي نحن بنكون أمام مأزق كمستضيفين، وأكيد بهالحالة الرئيس ميقاتي ليس متحمسا، وأساسا هو قال بسلسلة أحاديث أنا لست لاهثا لست متحمسا وأبرز خطوات، بالنتيجة واضح موقفه. نعم استاذ فارس، انا يعني بعرف انه اتفهم انك قد تكون متحفظ، بس انا بدي اسالك بعد شغلتين متعلقين اولا باليوم في اراده، هل في اراده او هل وصلكم اي خبر او اي رساله يعني بشرط يضعه الوزير جبران باسيل بتوزيره بالحكومه المقبله، او هل وصلكم اي شرط يتعلق مثلا بملف الكهرباء؟ وكمان في سؤال عن انه اليوم يبدو انه الثنائي الشيعي يتوجه لاعاده تكليف الرئيس ميقاتي، وثمة من يقول انه اذا عاد الرئيس ميقاتي بال 65 صوت اللي هو ثبت بالاكثريه، اخر اكثريه اللي انتخبت الرئيس بري بمجلس النواب، فهو يكون يعني كمان قد وصل الى رئاسه الحكومه وهي تسمى حكومه حزب الله. خلينا ننطلق من السؤال الاخير. اولا هذه النغمه، نرجع لحكومه حزب الله وحكومه غير حزب الله، هذه النغمه اثبتت الاحداث كاذبه وعدم صواديتها. نرجع للفتره الماضيه بحكومه 2011 سمعنا هالنغمه من كثير من الاطراف وكان الانقسام كثير كبير بوقتها، لكن حكومه الرئيس ميقاتي استطاعت ان تكون حكومه لكل لبنان ومررت المرحله الخطره اللي كان عم يمرق فيها البلد، وكل الرهانات يلي اخذوها الاطراف اللي كانت متناحره واللي حولوا كل سهامهم على الحكومه على رئيس الحكومه بالذات، ثبت انه هذه الرهانات خاطئه، وهن يعني جزء منهم وصل البلد لمازق نحن المازق استمرينا فيه فتره طويله. هذا الانقسام لبنان دفع ثمنه كبير من اغتيال، من فتره اللي اعقبت اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري للفتره الاخيره، يعني هالانقسام دفع ثمنه البلد بدليل انه كل الاطراف لهذا الطرف من هون ولهذا الطرف من هون قدر حقق الانجازات اللي هو بيطمح لها، انجازات بين هلالين، ورجع البلد على التعاون، كله عم برجع يحكي بالتعاون وبالتواصل وبالتالي تحميل الرئيس ميقاتي، ونرجع لنغمه سمعنا على كل من كم يوم سمعنا فيها هذه النغمه، لكن هذه النغمه ممزوجه، ويعني على اللي طلعوا فيها الاقلاع عنها لانه لا بقى تتسوق عند حدا ولا بقى تتسوق عند الراي العام اللي همه هلا معالجه قضايا المعيشين. طيب. لا بقى هم الانقسام السياسي ولا هم شيء،
في مأزق اقتصادي مالي اجتماعي كثير كبير بالبلد، الناس بدها معالجه، وهذه المعالجه هي المطلوبه من كل الاطراف. نعم. هيدي اللغه السياسيه من هون، وهيدا حكومه فلان وهيدا حكومه فلان، ما بتعطي لا حل ولا بتساهم بالحل. طيب في موضوع شرط توزير جبران باسيل، النائب جبران باسيل. رح كفي، ما انا عم كفيهم ورا بعض لاني سالت السؤالين ورا بعض. نعم صح. اما بما يتعلق بموضوع الوزير باسيل، ما في تواصل بين دولة الرئيس مئاتي والوزير جبران باسيل. النائب جبران باسيل من حقه، عنده اكبر كتله نيابيه، من حقه انه يطرح شروطه هو للحكومه المقبله ليعطي ثقه للكتله النيابيه اللي بترأسها، لكن هذا الموضوع عند الرئيس مئاتي الشروط المسبقه والكلام اللي عم ينحكى هذا ما بعرف انا، يعني ما وصلنا شيء من هذا الكلام، واساسا مش مطروح، لانه لننتظر الحكومه لننتظر الاستشارات النيابيه على اي خط بدها ترسي. نعم. عم نسمع بالاعلام على هذا الشروط، يمكن هي بإطار طرح الشروط المسبقه، لكن على الصعيد العملي لم يتلقى الرئيس مئاتي اي شيء بهذا الموضوع. وشو موضوع الكهرباء؟ الكهرباء موضوع الكهرباء سيد جوزفين واضح، الناس بدها كهرباء، ما بقى هممها مين معه حق ما مين معه حق. الحكومه اللبنانيه مع الرئيس مئاتي من خلال مع وزاره الطاقه أعدت خطه لانجاح ملف الكهرباء ومحاوله اخراج البلد من العتمه. هالخطه بتقضي انه تكليف ADF شركه كهرباء فرنسا اعداد دفتر شروط. معالي الوزير الطاقه، طبعا نرجع نعيد كثير الحكي اللي انعمل، رفع الموضوع على مجلس الوزراء عندما ارتأى ذلك هو مناسب. صحب الموضوع، وصلنا لهالمأزق ولهالجدال يلي هو باخر النهار ما بيوام، يعني لن يوصل الى نتيجه. هلا معالي الوزير باخر حديث تلفزيوني قال هو عم يرجع يستكمل البحث مع شركه كهرباء فرنسا في سبيل معالجه هذا الموضوع وفي سبيل وضع دفتر الشروط واعاده طرحه. عندما يسلم معالي الوزير رئيس الحكومه الملف اللي سحبه من مجلس الوزراء عندها لك الحادث حديث. لكن من الواضح سيد جوزفين انه شركه كهرباء فرنسا اللي معنيين بهذا الموضوع لما بيطرحوا بيقولوا لك بالوقت الحاضر عندك امكانيه لنجاح بمطرحين، دير عمان والزهراني، هودي الاقرب هلا للتحقيق. انت ما فيك تقفزي فوق هذه المرحله لتحكي بمرحله ثانيه، المرحله الثانيه بيجي وقتها وقد تكون اكثر من ضروريه، لكن محاوله ربط المراحل، ما انت عندك شيء هلا بتبلشي لما تكوني انت بمأزق بتبلشي بحل المساله المعقده وبعدين بتوصلي للاكثر تعقيدا، ما فيك تنطلقي من مطرح، من مطرح هذا اللي موضوع على السكه حاليا هو الخطه الحاليه. واما ربط كل الامور ببعضها رح نضل نحن بمأزق الكهرباء واللي عم يدفع الثمن اللي اللبنانيين. نعم. ما بقى يهمهم مين معه حق ومين ما معه حق، هم منتج الكهرباء. اللي عملته الحكومه بتوجيه من دوله الرئيس مئاتي هو خطوه اساسيه لان تتحلي تدريجيا موضوع الكهرباء، وناخذ قرار خلي كل الاطراف تكون عندها الجراه وتقول هل بدها كهرباء ولا ما بدها كهرباء، اما الحكي بخطه من هون وخطه من هون وهيعمل بعد كده، هيدا كله حكي سجال سياسي ليس يعبر عن الواقع الحقيقي اللي هو الازمه اللي وقع فيها البلد. نعم. شكرا لك استاذ فارس جميل على هذه المداخله، بدك تزيد شيء قبل ما نختم؟ تحياتي، شكرا لك. اهلا وسهلا. يعني بتأمل انه المرحله المقبله على امل انه هالاستشارات تكون باسرع وقت، لانه باخر النهار المأزق الكبير اللي واقع فيه البلد واللبنانيه ما بقى يتطلع، يعني ما بقى يحمل تضييع فرص ومماطله وتاخير وكذا. واللي بدي اقوله انه الحكومه الحاليه بمرحله تصريف الاعمال عم بتقوم بدورها لحين ما يكون في تكليف وتشكيل، على امل يكون التكليف سريع والتشكيل اسرع، لانه المرحله المقبله حافله بالتحديات اكثر من التحديات الحاليه، وبالتالي مطلوب من كل الاطراف يعني نتخلى شوي على قصه هالشروط وهيدا بنحط من هون وهيدي بده هيك وهيدا بده هيك. البلد اللي بده هو البلد صار بده من الكل والناس بدها من الكل، ما بقى اعطيها تعطي فتره سماح لحدا. استاذ فارس، بس هلا في جو انه ممكن يبقى رئيس المئات كل فتره تصريف الاعمال للانتخابات الرئاسيه. هيدا من باب التكهن، انا ما عندي تكهن، نحن عندنا واقع الحكومه الحاليه تتولى تصريف الاعمال الى حين يعني تشكيل حكومه جديده. نعم. ايمتى بتصير هيدي الفتره؟ ايمتى قصيره طويله هذا الموضوع؟ بس متهمينه للرئيس مئاتي انه يتصرف هلا كانه رئيس البلاد، يعني رئيس صحيح هذا الكلام كمان هذا سمعني، شو المطلوب من الرئيس مئاتي؟ يعني بعتذر على التعبير، ما بدي استعمل التعبير اللي بيستعملوه،
انه رئيس رئاسي عم ينطلق بعمله الحكومي من موجبات الدستور، الدستور بحدد لرئيس الحكومه شو الدور اللي بيعمله، مش هوى هيدا الطرف السياسي او مزاج الطرف الاخر او رغبته او ارادته. اذا المطلوب يعني نزع صلاحيات رئيس الحكومه، هذا الشيء يعني اكيد الرئيس الرئاسي مش العنوان لهذه المساله. ينطلق من موجبات الدستور، من مقتضيات المرحله، من موجبات الصعوبات اللي عم تمر فيها المرحله، ومن شيء يعني مفهوم دستوري معروف ومصلحه الدوله. مصلحه الدوله مش ناخذ راي فلان هذا اذا بيعجبه ولا ما بيعجبه، بدنا نعمل شو هو تقتضيه المرحله وخطوره المرحله وصعوبتها. شكرا لك استاذ فارس جميل المستشار الاعلامي لرئيس الحكومه.